السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا لطيف، صانع قالوا لينا شرد حلو جينا السلام عليكم، إن شاء الله طيبين. الله يا حبابكم حبابكم، أمني يا جن. أمن يا جن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السادة الإخوة والأخوات، السادة المتابعين في كل مكان، تحية لكم. ربنا إن شاء الله يحفظكم وربنا يديكم الصحة والعافية. امبارح يا أخواننا الأحداث بتاع تميز دي يا أخواننا، المفروض الواحد كان يطلع على الأقل لايف يتكلم يشرح للناس وري الناس الحاصل تحديدا، لكن زي ما عارفين انا بعاني والله طبعا بقصه اللايف وما اللايف دي والصفحه وما الصفحه والتفاصيل دي، والله لدرجه انه يعني عملت فيديو بناء على انه زي 10 دقائق عشان يحمل ليكم عشان الناس تعرف الحاصل، يعني ما قدرت حتى التحميل ما قدرت احمل، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى الليله الامور ظبطت. طيب الناس تساعدنا بالشير واللايك، الصفحة دي سبحان الله كان حتى لما نزول يعمل لايف اللايف ما بيصل، يعني هسه في كثير من الاخوان الموجودين حتى على مستوى البث الهسي حاليا دي الاشعار بتاع البث ما وصلوا، بيكونوا اساسا جو خشوا الصفحة حتى لقوا اللايف. انا عارف الحاجة دي، بحمد الله سبحانه وتعالى انه يعني الايام الماضية دي الصفحة ما كانت بتصهر على الاطلاق، الان بدا عمليات الظهور بتاع الصفحة مع انه قليل لكن كويس، خلاص الناس تمشي على الكلام ده. فهسي قوموا ساعدونا بالبث المباشر، ساعدونا بالشير عشان الغير، عشان نوري الناس والله يا اخواننا في حاجات ما بتتقال لكن نحن اللي بنقولها، في حاجات ما بتتقال لكن نحن بنقولها. ليه؟ عشان بس نصر لك انه في جوانب انه نحن قبل فتره قلنا نحن اللي بيحق لنا انه ننتقد القوات المسلحه. هنتكلم عن مساله الطابور دي، الطابور دي اهم جزئيه هنتكلم عنها، لكن قبل كل ده الناس تعمل شير عشان الغير وعشان الحقيقة وعشان الكلام يصل. وعندنا رسالة لقيادة القوات المسلحة مهمة جدا إنه الناس توصلها، مهمة جدا إنه الناس تعمل شير على أوسع نطاق، وحصلت فيها مناقشات كثيرة. طيب السلام عليكم مجددا ورحمة الله تعالى وبركاته. الأربعاء 26 يونيو 2024، الرحمة والمغفرة على أرواح الشهداء، شهداء الشعب السوداني من مواطنين وعسكريين، ربنا يتقبلهم ويسكنهم في عالي الجنان شفاء عاجل لكل جرحى، كل جرحانا ربنا ان شاء الله يشفيهم شفاء عاجل غير آجل. الإخوة السودانيين في الداخل وفي الخارج، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى جميعنا إنه أن يبعد مننا هذه الميليشيات القاشمة والمخططات الخارجية اللي بتهدف إلى عملية تدمير الدولة السودانية وكل التفاصيل دي. أنا من هنا بوجه رسالة لكل أبناء وبنات الشعب السوداني إنه يرفع أكفهم لله سبحانه وتعالى أن يرفع عننا هذا البلاء، نحن محتاجين اللحظة دي إنه الناس جميعا في كل مكان إنها ترفع أكفها لله سبحانه وتعالى أن يرفع مننا هذا البلاء. نحن بالنسبة لنا هذه الميليشيات والمخططات الخارجية هو كلها بلاء وامتحان، امتحان من ربنا سبحانه وتعالى على إرادتنا وعلى على الشعب السوداني ككل، وامتحان صبرنا بهذه الأشياء اللي بتحصل.
عشان كده نحن مع قواتنا المسلحة ووقوفنا معها محتاجين إنه الناس ترفع كفة لله سبحانه وتعالى، متضرعة لله سبحانه وتعالى بالدعوات الصالحات، عسى ولعل إنه في هذه اللحظات المباركات أن يكون في المليون نفر ديل في فرد واحد ربنا يستجيب له دعوته. فبالله عليكم أدعو للسودان وأدعو لاستقرار السودان وأدعو لقواتكم المسلحة بالانتصار وبالثبات، وأدعو بأن هذه الميليشيات المتمردة أن تتجلي مننا وأن تبعد مننا. بداية أنا حخش مباشرة في تفاصيل الحاصل، في الحاجات اللي أنت بتكون ما عندك، الحاجات اللي بتكون ما عندك دي أنا عايز أفهمك، لا أنا عايز أديك، لا بغض النظر عن إنك أنت داير يعني لازم تفهم، لازم المواطن دي يتخطى في الصورة ولازم يعرف تفاصيل التفاصيل، لازم تعرف كل تفاصيل الحرب دي ماشي وطبيعته وتركيب كل التفاصيل. نحن بنطلع بنقول يا إخواننا نحن أول حاجة نثبت حاجة، نحن ما أنبياء، في النهاية أنا بشر زيي وزيكم، بتجيني معلومات من الأرض بطلع بقولها، ما معناه إنه الزول منخطأ، واحيانا بتكون في معلومات يا اخواننا الواحد بيطلع بيتكلم عنها بتكون خطا، لكن انا في حاجه لازم الناس تعرفها لانه شايف في حملات يقول لك يا اخي المعلومه والمعلومه يا اخواننا في اخطاء بترتكب القوات المسلحه، بترتكب القوات المسلحه نحن من غض الطرف عنها. ليه؟ لانه يا اخواننا انتقاد الجزئيه الخطا ده ذاته في حد ذاته بالنسبه لينا بيدي فرقه للعدو انه يخش فوق، عشان كده بنتجاوزه. وفي حاجات يا اخواننا بتجينا من الميدان من مقاتلين على مستوى الميدان بيقولوها لك، في النهايه الحاجه دي انت بتجي بتقول بنقوله بنستوضحها لكم بتكون خطا، لكن عشان انا وانت كلنا جيش انت بتتفهم على انه محمد ده ما بيكون قاصد يديك معلومه خطا، لكن الخطا بيكون وين؟ الخطا في انه بيكون من المقاتل في الميدان بيديك المعلومه وهو نفسه مش قاعد في القدام بتحصل له عمليات انتكاسات. نحن بنعدل المواضيع ما قاعدين نتوقف في التفاصيل، فيبقى اخواننا انا وانتو كلنا واحد جيش، نحن مع القوات المسلحه دي في كل التفاصيل، نحن جيش، نحن جيش، ما في حاجه بتخلينا جيش وما عندنا سبيل وما في اي سبيل في الدوله السودانيه دي لخروج البلد دي من الموقف الفوق ده الا الجيش اللي اسفي حاليا اللي بيخون فوقه واللي بيفرضوا عليه عقوبات خارجيه، ده السبيل الوحيد لانه يخرج البلد ويخرج بعد ربنا سبحانه وتعالى يخرج الدوله السودانيه من المعترك الان الواقعه فوق ده الى مساله بتاعت النور باذن الله سبحانه وتعالى. التحيه لكم كلكم كده، يا ريت ال 2000 هناك، انا محتاج ل 4000، اي زول موجود 2 شير، ال 2000 بيكون بتحصل 4000، يا ريت الناس تعمل شير ولايك عشان نخش مباشره في التفاصيل الحاصله. طيب الموقف العملياتي، الموقف العملياتي اي بمعنى انه العمل العسكري على مستوى سنار او ولايه سنار والجزيره ولايه الجزيره. اخر لايف طلعت اتكلمت وكتبت انه تم تدمير القوه دخلت جبل مويه. هل انا بكذب في الجزئيه؟ ما كذب، دي حقيقه، تم تدمير القوه دخلت جبل مويه، الكلام ده انا قلته في لايف، والجيش وصل لحد المنطقه بتاع السكر سنار وخشه، والجيش وصل لحد الكبري، الكلام ده في ذول بينكروا انه ما حصل، طلعنا قلناه على مستوى اللايفات، اتكلمنا فوق وورينا كل ابناء الشعب السوداني دي واستبشرنا خير وفرحنا فرح كده مبالغ فوقه بالانتصارات اللي حصلت دي، لكن حصلت حاجه وانا حقول الكلام ده لانه لازم انت تعرف، لانه في حاجات في تفاصيل بتحصل من بعض الخونه ديل هم سبب رئيسي في الحصل في جبل مويه. الانسحاب اللي انسحبته القوه اللي بتتكون من 9 و10 عربات وانجقمت، ما في دسدسه يا اخواننا ثاني، احنا بنقول الصح وبنقول الحاصل. في مجموعه كانت موجوده يا اخواننا بعيدة عن القتال، ركزوا معنا بعيدة عن محور القتال، وده السبب الجاب الجاب الهوى والإشاعات وخلى القحاطة والجنجويت والتفاصيل دي. أول حاجة أخواننا مليش الجنجويت دي كناس على مستوى أرض الواقع ما عندهم عقول بيفكروا بها ولا عندهم عقول بيشتغلوا بها،
الحرب النفسية اتجاه المواطن. ديل ما هم ديل منهم طيب؟ دي جهة منظمة، لكن الجهة المنظمة دي ذات نفسها اللي اشتغلت على ترويع أهلنا في سنار، واللي اشتغلت لقت عملية بتاعت إسناد في داخل القوات. خليك من الجنجوي، لقت عملية بتاعت إسناد، ودي الجزئية دي أهم جزئية لازم الناس تركز فوق، لازم الناس تعرفها. لما انطلعت الإشاعة من إنه القوات كانت يا أخواننا الجيش من اتجاه النيل الأبيض، وده أنا أفتكر لحد اللحظة دي القوة الموجودة من ميليشيات الجنجويت الموجودة على مستوى جبل موية، أنا متأكد لك تمام ما حيطلع فيها فردي، ما حيطلع فوق، ده كلام أنا بقوله لك ولا كديس، ما حيطلع من جبل موية. فالمنطقة بتاع جبل موية المحاصرة من اتجاه النيل الأبيض، والمحاصرة من اتجاه سنار، والمحاصرة من اتجاهات بالمشتركة جات خشت في المعركة من الاتجاه الاكس المعين، تفتكر قوة مكونة من 80 ولا 90 عربية بتقدر بتخترق ليها أكثر من 9 ارتكازات، أكثر من 600 عربية تاتشر تتبع للقوات المسلحة، ومجموعة من القوات جهاز الأمن، والتحية من هنا لهيئة العمليات، والتحية للكتائب الاستراتيجية، والتحية للمقاومة الشعبية على مستوى ولاية سنار. نديهم حقهم لأنه بيستحقوا إنه نقول لهم يا أخي شكرا لكم واجبوا، لكن ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن بنقول اليوم تفتكر إنه منطقة بتاع جبل موية الاستراتيجية، الموقع الاستراتيجي الفاصل ما بين المثلث ولا مربع عديد بالنسبة لأربع ولايات، قضارف، سنار، النيل الأبيض، الجزيرة، دي ما جبل موية، دي ما منطقة جبل موية؟ طيب الناس دي المحاصرين، الميليشيا دي من الاتجاهات دي كلها محاصر، كيف يعني بتجي يعني 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 اخترقت الدنيا دي كلها ومشت خشة سنار؟ يعني كيف يعني مثلا؟ ده السؤال اللي أي ذول أنا سوداني الآن بقول لك، واللي خلى إنه مجموعة حتى ضباط وضباط صف وجنود في داخل القوات المسلحة طلعوا بيبرروا، ونحن ما كنا دارين إنه يبرروا ذات، والله جد. لكن الحملة الشرسة المنظمة اللي لقت إسناد داخلي في داخل سنار، في داخل سنار لقت إسناد، دي خلقت عملية بتاعت فزع، وخلت إنه مجموعة حتى من المواطنين على مستوى السنار في داخل سنار إنهم يطلعوا يهجوا اتجاهات القرى برا. ده حصل يا أخوانا، ده حصل. طيب في مجموعة بتاعت 19 عربات دي الخونة، خونة عدي كانوا في محور معين في جبل موية، في محور معين في جبل موية، ما داخلين في المعركة، ما داخلين في المعركة، لكن طوابير خونة وانجغموا، خونة وانجغموا، خونة هاي ديلهم تحديدا. لما تكون في حملات منظمة بتلقى دائما عين الديل هم المرجفين. يا اخواننا ديل دخلوا سنار، جروا من مواقع القتال، من مواقع القتال برا جخشوا لحد سنار شارع الأربعين، ضربوا ذخيرة، ركز معي، ضربوا ذخيرة في الهواء في شارع الأربعين، وفكوا الكلام بقولوا انه الجيش، انه الميليشيا سحقت الجيش. شوفوا الكلام ده كيف، انه الميليشيا سحقت الجيش، انتهت من القوات المسلحة، والله العظيم انه الميليشيا انتهت من القوات المسلحة، وضربوا سلاح على مستوى سنار جوا، وطلعوا بشارع الأربعين اتجاه السنجة، خلقوا عملية بتاعت رعب. طيب دي ما رسالة واضحة انت حتفهمها كيف، الذول اللي بيمشي من موقع القتال بيخش المدينة جوا بروع المواطن وبيطلع، ده طابور، ده طابور، بحمد الله سبحانه وتعالى الناس دي ماشيين على سنجة قبل ما يوصلوا سنجة انجقوا، بغض النظر عن بيتبعوا لمنو، دي خليها بس انا دار اوريك الجزئية دي، بغض النظر عن بيتبعوا لمنو انتهوا، ونحن ما دارين نقول عشان ما دارين نخلد اي حاجة، ده الكلام اللي انت ما في ذول بيعرفه. طيب نفس ديل هم دي الحملات الموجهة بتاعت القحاطة وبتاعت الجنجويت وبتاعت قيرهم اتجاه سنار، ما معروفة، نحن الصعاليك ديل ما بنتكلم معهم والله،
دين راحت لهم وديل انتهى امرهم وما عندهم اي عمليه بتاعت وجود والشعب السوداني لفظهم وما عندهم اي طريقه بتاعت عوده ثانيه والناس كلها عارفه الجزئيه دي ما في قحاطه ثانيه يا اخواننا بيجوا يحكموا البلد دي ده المعروف. طيب الحملات الموجهه الداخليه والخارجيه والقرف بتاعت دول القشر واللي شافها كل الناس والناس كلها عارفه في لحظه صفحات الاف الصفحات موجهه بخطاب واحد سقطت 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 يا اخي يا اخي يا اخي طبعا لما تخش كده والله عايم يعني نحن بنتصل لسنار يا اخوانا بقول له والله الوضع ما في حاجه والله انا لما عايم كده بقرب بصدق الكلام ده انه خلاص سقط يعني قريب نصدق انه خلاص هذا ده كلام ذاته سقطت كيف يعني كيف يعني سقطت ده كده كويس طلعت القوه دي كانت مشت انتهوا منها وتكتمت على القوات المسلحه. سمحت بالكلام ده؟ سمحت بانه في قوه جات خش السنار صح وقالت انه القوات المسلحه اتهزمت صح ولا ما صح؟ كل الناس سمعت الحاجه دي لكن اللي حصل لها شنو؟ انتهت ديل المرجفين قواتكم بتاعت الكتائب الاستراتيجيه وجهاز الامن الواقفين قدام واللي استشهدوا منهم شباب من داخل سنار واقفين قدام ما صدوا للمليشيا دي دقوا معاها تقيل لما مرقوها من كل القرى الموجوده بقادي مرقوها حي الله هؤلاء الرجال حي الله جهاز الامن حي الله المستفيد حي الله القوات المسلحه الناس الثابتين جدا جدا على مستوى المحور بتاع سنار ما ثابتين راكزين ما فيهم راجل الزحزح ولا فيهم اثنين ثلاثه دقوا الناس مسقوا معاهم بقدر عندهم مسقوا معاهم لحد ما جات العمليه بتاعت الاسناد من داخل سنار ومن اتجاهات فنجا ومن اتجاهات كوسي حتى انجل اسناد ما فيهم راجل انسحب رجع ورا مش استرجعوا الكوبري منو اللي استرجع الكوبري استرجعت قوات جهاز الامن نديهم حقهم هيئه العمليات هي اللي استرجعت الكوبري ما في كلام ثاني غير الكلام ده الحصل في سنار ده وانا بقول سنار ذاته الحصل في محور سنار هو انتهاء لميليشيات الجنجويد هو بل ما بعد بل الميليشيا ودقت لكن اعلامنا المنظم ولا ننكر الحاجه دي انه اعلام الميليشيا منظم واعلام يا اخواننا موجه ومدفوع الاجر وخلق عمليه بتاعت زعزعه كبيره جدا جدا في المواطن الكلام ده يا اخواننا ان احنا بنعترف به انه امس الاعلام المنظم ده اعلام الميليشيا بتاعت الجنجويد مدفوع الاجر قدر تماما انه يخترق الصفوف بتاعت المواطن البسيط في ولايه سنار على اساس انه يحبط معنوياته نجح فيها ونحن بنتحمل المسؤوليه دي قبل القوات المسلحه وانا جاي للدور الاعلامي بتاع القوات المسلحه. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه البيشي ده من وين؟ البيشي الجاب الجنجويد يغتصبوا اخواته وبنات اهله اللي ما بيستحي واللي ما عنده خجله من وين؟ من سنار يعني من ولايه سنار والنيل الازرق التفاصيل دي من هناك. طيب انت ما سالت نفسك انا دايرك تفكر معاي ليه ماليشيا الجنجويد مشت هاجمت المحور بتاع جبل مويه اتجاه سنار كده خليك مني حاجه ده ليه؟ راح عندها هناك ليه الماليشيا بتاعت الجنجويد هاجمت المحور بتاع جبل مويه وسنار تحديدا ليه؟ في طبعا زول بقول لي يا اخي والله لانه سنار دي طبعا فيها موقع تاريخي وهم دايرين يخشوا وشفشفه الشفشفه دي ما حقته لكن برضه ده ما صحيح السبب الرئيسي في عمليه بتاعت هجوم سنار لانه سنار هي البوابه ليه؟ للقضارب يا عزيزنا للقلابات لطريق ثاني لحد وين؟ لحد اثيوبيا السبب الرئيسي في عمليات ضرب سنار وجبل مويه هو ما العمليه بتاعت انه سنار دي يعني فيها سوق ولا شفشفه ولا اثنين ثلاثه، لانه دي الخطه المرسومه من المعلم الشيطان الكبير بناء على انه اختراق وانا الكلام ده قلته لقيادات القوات المسلحه يا ريت يركزوا مع دخول بعض المرتزقه من اثيوبيا على مستوى منطقه الفشقه وتقدموا في مواقع، انا بقول لك الكلام ده الان
بقوله لك الان عشان ماما بعد كم يوم ما تسمع يا اخوانا الناس تعمل شير، ما تسمع انه فشقتانا سقطت والناس دي تقدموا اتجاه القلابات. والله انا زي ما اقول لك، زي ما اقول لك، دخول سنار، دخول سنار ما مقصود به سنار كمدينه، لكن مقصود به انه عمليه بتاع التقدم المرتزق الاثيوبيين داخل الاراضي السودانيه اللي سيطر على الفشقه والسيطر على اتجاهات قريب القلابات. نعيد لك الكلام ده تاني عشان تستوعب وعمل شير. لما الميليشيا بتاعت الجنجويد تمشي تضرب محور سنار وتحاول انها تخش منطقه سنار، اللي بيحصل شنو؟ بتحصل انه الانظار بتاعت الجيش الموجود على مستوى سنار وعلى مستوى القضارف وعلى مستوى اتجاهات كثير القلابات كله بوجه انظاره اتجاه انه سنار ده لو سقطت المدخل حيكون وين؟ قضارف؟ قلابات كده؟ طيب معناته هنا لما يتوجه انظار الجيش كله لشنو؟ للمحور بتاع سنار، بتتقدم المرتزقه على مستوى المنطقه بتاعت الفشقه هناك. وقعت ليه كده؟ عرفت ليه انه الميليشيا بتاعت الجنجويد هاجم السنار وهجوم المستميت للقضارف ده السبب الرئيسي في عمليه هجوم السنار. انظار القوات المسلحه على اتجاه توجيه المحور بتاع سنار ده، كل الناس تكون في محور سنار، تترك المنطقه الشرقيه خاليه. دخول المرتزقه الاثيوبيين المتفقين مع الميليشيا بتاعت الجنجويد داخل الاراضي السودانيه الاستيلاء على الفشقه وبعض الاراضي الثانيه، وده كله مخطط الشيطان الكبير اللي ساعي من بدري على اساس انه يسيطر على الفشقه ويجعلها ارض بالنسبه له. وصلتك؟ ده السبب الرئيسي بتاع الهجوم. طيب فشل الهجوم ده، بدليل انه جات قوه مسانده للميليشيا بتاعت الجنجويد مكونه من المعتوه قريب العنصري ابو شوتال. اي الزول اللي انجغم ما انجغم هو الان ماسور مقبوض لدى القوات المسلحه في المحور بتاع سنار. الناس تعمل شير، ده خش قدر يصل؟ ما قدر. واوديك معلومه ثانيه، نحن دي من داخل هذه الميليشيا، انه الليله كان في اجتماع للميليشيا لقيادات الميليشيا المتبقيه على اساس انه بيبحثوا عن طرق انه يمدوا بها ميليشياتهم المحاصره على مستوى منطقه جبل مويه او اتجاه جبل مويه. والله انا زي ما اقول لك، اجتمعوا الليله اليوم ده في داخل مدني قيادات الميليشيا بيبحثوا عن طريقه بتاع السبل لانه يوصلوا بها عمليه بتاعت امداد فزع للميليشيا بعد الفزع بتاع قريب ابو شوتال اللي انجغم كله. 17 عربيه كان قايده قريبه لابو شوتال تابع للميليشيا بتاعت الجنجويد اطلع قبل البل، قال يا اخي بيوجه رساله انه لابناء النيل الازرق واستعطاف وانه الكيزان وقرفوا الكلام الفارغ اللي اساسا لا يقني ولا يثمر من جوع ده. طلع بيقول في الكلام ده بناء على انه شنو؟ دار يستخطب الناس. لكن ها وين يا الزول ده بعد ما كمل كلامه ركب العربيه، اظن بعد الخطاب ده 12 ساعه مثلا ما اتجقم، اتقبض كله 17 عربيه يا اخوانا الاتجاه الفزع الداخل الماشي على دار يفزع الجماعه ناس البيش اللي قاعدين جوا قرى جبل مويه كلها اتمسحت، ما فيهم ولا فرد، اتقبضت العربات وجقموهم كلهم. جاء الطيران اشتغل فيهم، الطيران الليله من الصباح مدور فيهم، بدليل انه التحيه من هنا لاخونا يوسف العركي، زول الرجل الكارب وانا بحييه تحيه كبيره. ويوسف ده اخواننا طبعا بالنسبه للناس اللي ما بتعرفهم، يعني يوسف ده هو من نفس المنطقه بتاعت غرة جبل موي دي، من نفس المنطقه. والطيران لما جاء المنطقه ما فاضي اخواننا، بل الميليشيا بتاعت الجنجويتو في بيت ناس جده وفي اعمامه موجودين مجموعه كبيره جدا جدا من الميليشيا بتاعت الجنجويت. جاء الطيران بلاهم سيج مساحهم بيل بيوت ذاتها مساحه. طلع يوسف ده قال يا اخواننا نحن والله عافنا لوجه الله تعالى للقوات المسلحه. التحيه ليك يا الحبيب يوسف العركي، والتحيه لامثالك ديل بيستحقوا مننا التحايا، ربنا يكرمك في كل مكان. حي الله هؤلاء الرجال امثال يوسف وغيرهم كتار جدا جدا. قال نحن والله عافن للقوات المسلحه بدليل انه عنده عمه قتلته الميليشيا، وتاني ولد عمه برضه كذلك قتلته الميليشيا. تعازينا ليوسف، تعازينا لكل الاهل، وربنا يتقبل هؤلاء شهداء. لكن لا تزحزح، لا
ضح ضح لا سوى ولا قال انا هنا. قال يا اخي قدام عفى البيوت وعفى اي حاجه. قال يا اخي القوات المسلحه ومنتصرين باذن الله. حي الله امثال هؤلاء وكتار والله ما الا يوسف كتار جدا جدا. فده انا باكد لك الطيران شقال الليله من اصبحت الوطن صبيحه الوطن. ده جي فوقهم دق ما طبيعي وكم ماشي كده ما عندهم اي ما في اي طريقه بيشي بس جوا بس يموت بس. عشان كده يا اخواننا طلعت اعلام الميليشيا المتمرد القاتلة طلعوا بيتكلموا في اطار انه يا اخي نحن تخنس النار وتفاصيل وداري كده. ما زالوا مصرين في نفس التفاصيل دي هم مصرين لحد الليله مصرين على الحاجه دي. طلع الجنجويت عمر قال شنو؟ قال يا اخي جانا تعليمات من المغبور انه نطعف. تتبليت يا زول انت في النار. ماذا في النار دي ما قربت عليه انت تبليت. لكن ما انتم ما عندكم فكره. ما هي الميليشيا الاعلام بتاع المدفوع الاجر اعلام ميليشيات الجنجويت اعلام الكحاحيط اعلام دويله الشر الشغال معاكم. ما نحن عارفين انتم ما عندكم المقدره على انكم تعملوا حاجه لكن كلكم حتتبلوا باذن الله والله كلكم جد عليكم تتبلوا. طيب ده بما يخص المحور بتاع سنار وما زالت وكذلك اتجاه طنبول يا اخواننا. الليله برضو الطيران جه ضرب القرى الشرقي طنبول برضو الليله اليوم الصباح ده الطيران جه ضرب القرى الشرقي طنبول اللي بتتواجد فوق التجمع بتاع ميليشيات الجنجويت. انجغم وجغم ثقيل جدا جدا. دي حاجة اخواننا كلنا نخوض تجارب. طيب نيجي نتكلم في الاخطاء الممكن تنتج. قيادة القوات المسلحة. قيادة القوات المسلحة. طبعا يا اخواننا في داخل القوات المسلحة في حاجة اسمها دائرة التوجيه المعنوي. ركز معي. دائرة التوجيه المعنوي دي المنوط بها انه لما البلد تدخل في عملية بتاعت حروبات او القوات المسلحة تخش في عملية بتاعت حروبات مع اي دولة ومع اي كان بتكون دائما في دائرة كبيرة اسمها دائرة التوجيه المعني. هي المنوط بها انها تطلع تتكلم توجه الرأي العام توريهم تفاصيل الحياة اللي بتحصل على مستوى المعركة. شيروا لايك يا اخواننا شيروا لايك لانه جاي. طيب دي رسالتنا لقيادة القوات المسلحة ويفهموها. اول حاجة انا ما بغلت العميد نبيل ولا بهجم العميد نبيل ولا بقول العميد نبيل ده هو عبارة عن ضابط داخل القوات المسلحة بيأتمر بأمر القوات قيادة القوات المسلحة بيأتمر بأمر المؤسسة العسكرية والجيش. ده مؤسسة يا اخواننا ما كلام فارغ. لو ما كان مؤسسة يا اخواننا اللي كان انتهى من بدري. لكن الاسلوب الان المنتهى القاش فوق القوات المسلحة في الحرب دي ده بيأكد لك تماما ان القوات المسلحة دي مؤسسة ما مليشيا. مؤسسة لو كانت مليشيا كانت اندفعت وكان انتهت. لكن هي مؤسسة كده استخدم اسلوب الاستنزاف على المدى الطويل. وده ما اي ذول بيفهم يا اخوان. ما اي ذول بيفهم الاسلوب بتاع الاسلوب بتاع اللهم صل على الحبيب. الاسلوب بتاع الاستنزاف على المدى على المدى البعيد. ده ما اي ذول بيستوعب. ده بتستخدمه دائما المؤسسات يا اخوان. المؤسسات هي اللي بتستخدم الحاجات. طيب قيادة القوات المسلحة المؤسسة العسكرية في جهات معينة بتكتب التقارير والتفاصيل دي وبتتابع وبتكون عندها برنامج بيوصل لنبيل ده. نبيل ده بيوصل واخر بني ادم بيوصل البيان ده بيطلع على مستوى تلفزيون السودان او بيطلع على مستوى اي اعلام رسمي للقوات المسلحة بيطلع بيقول شنو؟ 1 2 3 4. طيب بعد الادى فرقة للاعلام ده تخيل انه لو كان طلع السيد نبيل العميد نبيل بتوجيهات من 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 المؤسسه العسكريه ومن قياده القوات المسلحه او من الدائره الكبيره الاعلاميه داخل القوات المسلحه. طلع العميد نبيل وتكلم للشعب السوداني امس في الصباح لما طلعت الاشاعه بتاعت انه سنار سقطت والكلام الفارغ ده ما كان قضى على الشائعات دي كلها؟ كان قضى على الشائعات دي كلها. عشان كده نحن لحد اللحظه من السائل السيد القائد العام البرهان والساده قيادات ضباط وضباط صف كبار جدا على مستوى المؤسسه العسكريه. سؤال التعتيم الاعلامي ده ما هو بيدي الميليشيا بتاعت الجنجويت فرقه